السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم ملابس خاصة بالأطفال لفصل الشتاء. تابعوا معي الفيديو. أول حاجة غادي نبدأ بها هما هاد لي كاسون هادو، ستيل ديال ميني وميكي كيف ما كتشوفوا، بثمن اللي هو 5 أورو 99 من أوشون، وبكية فيها 5 بيس. وكاين ايضا هاد الشكل هذا اللي هو ديال هاد الرسوم، تو نفس الشيء نفس الثمن وفيهم 4 أو 5 ديال البيس. هاد التقاشر هادو اللي فيهم 4 ديال البيس بثمن ديال 2 أورو 99 تقريبا. دائما من أوشون. وهاد القشر نتاع سن صغير يعني ديال الاطفال الصغار بزاف اللي عندهم 18 حتى 20 شهر كيديروا انغو فقط، فيهم 2 بيس. ثم هاد لونسومبل هذا ديال بوني واشارب وديكون كما كتشوفوا ديال الاطفال. طبعا هاد التوب هذا ديال الكاشمير، في هاد الكاشمير هذا هما رطب وزوينين وسخان، والثمن ديالهم جد مناسب من أوشون. البوني كيدير 1.99 تقريبا، ولي شارب حتى هو بثمن اللي هو مناسب. ثم ليكو، وهذا هو الثمن ديال لي شارب وليكو اللي هما 0.99 سنتيم من أوشون. نفس الشيء تهادو من أوشون، بوني ديال الصوفا في هذا اللون هذا الفنيدي مفتوح مع لي شارب ديالو. بوني تا هو كيدير 1.49 سنتيم، ولي شارب بوني اخر ديال الصوف كيف ما كتشوفوا ديال الصوفا في اللون فنيدي مفتوح في هذا البغيون هذا، ب 4 أورو كيف ما كتشوفوا 99 سنتيم، حتى هو من اوشون. هو زايد شي شويه في الثمن لان في هذا البغيون، في هذا لان الصوفا كيف ما كتشوفوا في هذا هو. ثم هاد ليكم سامبل ديال الصوفا في اللون الاسود فيهم هاد لي زيطوال هادو، الثمن ديال 2.99 سنتيم من أوشون في الجهة الخاصة بالأطفال في أوشون. وهاد جين هذا الثمن ديال 8.99 من أوشون كذلك. كاين هاد ميني بوت هذا في هاد اللون كيف ما كتشوفوا القهوي مغلوق في هاد البغيون فوق، الثمن ديال 12.99 وفيه كان فيه التخفيض. هذا ماشي التخفيض ديال لي سولد ليفير، هذا سولد يعني كان صدفة، فيه ناقص 50% بحيث ديتو يعني بشي 7 أورو ل6 أورو تقريبا. وهاد ميني بوت في اللون الأزرق ديال الدان كيف ما كتشوفوا، هذا من بابو هاد لي باسكيت هادو او لي بالغين كيف ما كتشوف. هاد اللون الفنيدي مفتوح في هاد الدوغي وفيه هاد مشبك بحال هكا بهاد لي بتي كور من بابو. الثمن ديالو هو 12 أورو، ثمن اللي هو جد مناسب من عند بابو. دي باسكيت
في اللون الأسود كيف ما كتشوفوا، وفيه هاد الديكور هذا، فيه هاد الديكور هاد الألوان هكا بالصوف. الستيل اللي هو مغير على لي باسكيت الاخرين، كما كتشوف في هاد الصوفه بالالوان هكا في الجنيب مختلف شويه. الثمن ديال 10 اورو من بابو. مونطو في هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا، في هاد فيغور هذا في اللون الازرق مغلوق من اوشون. الكاليتي ديالو زوينه وسخون ورطب. الثمن كان هو شي 18 اورو تقريبا. تسعتاش اورو 99. ثم هاد المونطو هذا من بابو في هاد اللون فانيدي، كان فيه تا هو لي سولد فيه موان 30%، تا هو كان صود في هاد السولد هذا. هاد لي سولد ديال ليفير مازال ما دخلوش، كان الثمن ديالو 15 اورو وتنقصات يعني 30%. هذا هو من يعني من الوراء هكا داير في هاد. ثم هاد المعلقات الخاصه ملابس الاطفال اللي كتواجد دائما عند بابو، الثمن اللي هو دورو 20 سنتيم، وفيه 4 ديال المعلقات ملونه. كويت من بابو كنظن، من بابو، الثمن ديال 20 اورو خاص بالاطفال. كان هذا الفيديو، هذا هو الفيديو، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. وريتكم فيه بعض الملابس الخاصه بفصل الشتاء.